اليوم هذا حدث كبير الحمد لله اللي حضرته معنا فيه، هو افتتاح ل 14 اسواق السلام 14 ديال المجموعه. هاد اسواق السلام الحمد لله اللي الافتتاح ديالو داز في ظروف ممتازه جدا، لانه تحل بواحد المواصفات دوليه وعالميه اللي الحمد لله كتشوفوها، ويمكن لكم نتوما تهضروا عليها اكثر مني انا. هاد لي بير مارشي اللي هو اي سيتال سور 20000 متر كاري دو سيرفاس سور 3 نيفو افيك ان باركينغ دو 220 فواتور، 30 محل تجاري صغير و ان فود كورت و ان اسباس دو جو بور انفون. بواحد الحمد لله فتحنا واحد الفرص شغل ل 460 يد عامله ديال الشباب، كما وهذا الشيء تابع للتوجيهات الملكيه للملك ديالنا الحمد لله محمد السادس اللي شاد بها في البرلمان يوم 12 اكتوبر، اللي كيناشد المقاولين باش يشغلوا الشباب. وهذه البادره اللي قامت بها الحمد لله مجموعه اسواق السلام اللي غتشوفوها كتكرر من ثلاث اشهر الى اربعه، تشوفوا واحد المولود جديد الحمد لله. غادي يكون ستات، غادي يكون الدار البيضاء، غادي يكون طنجه، ونتمنى من الله ان توفقوا وتواكبونا انتم الحمد لله في جميع هذه المراحل ديالنا تواكبونا فيها. دابا هذه القصه ديال اسواق السلام هي راه قصه كبيره، ولا جينا نهضروا عليها ما غنساليوش. الحاجه اللي نبغي نشير لكم الحمد لله هو في 98 لما ارتأت المجموعه إن تحت الرياده ديال الحاج ميلود الشعبي باش يدخلوا، لان هذه المهنه ماشي ديالنا حنا، كنا دائما متجهين للاندستري للبني، الامور اللي ما عندها علاقه بالتسويق، ودائما هو كان رجل تحدي. والحمد لله لا هو ولا لي زاكسيونير حاليا كلهم عندهم نفس التوجه، رجل تحدي، لان كيقول ما يمكنش المغاربه ما ينجحوش واحد الحاجه، ما يمكنش. وبدينا السوق ديال 98 بدينا الرسم الحمد لله اسواق السلام في 98، ومن 98 وقع تطورات، وكتشوفوا حاليا التطورات اللي كتوقع هي كنواكبوا التطورات العالميه وربما كنفوقوها، لان ملي كتشوف واحد السوق بحال هذا وكنمشي ندور معاك دول اوروبيه ولا امريكيه ولا فين ما بغيتي نمشيو ما غنلقاوش هذه المواصفات اللي دارت حاليا. واحد الميلونج دو كولور، الراحه اللي كتسوق بها، ناهيك على المعروضات اللي كتشوف فيها. المنتجات اللي معروضه اليوم هي منتجات بواحد الاختيار اللي كيتم بواحد الطريقه جد تقنيه. وهذا السوق اليوم اللي هو كاين اللي كيتسمى شوب اند شوب، ملي كندخلوا ليه هو سوق تو سور لو ميم طوا، حنا كنتواجدوا في واحد السقف واحد، هي مساحه فيها 5500 متر مربع، ولكن ملي كندخلوا لقلب هذا السوق كنلقاو راسنا في قلب اروقه اللي كتخلي الزبون كيرتاح، ماشي كتلقى واحد المساحه كبيره وكتعبك. هنا ما كتحش، لانه كل مره مرة كتلقى راسك في التكستيل، مرة كتلقى راسك في البيجيس في المواد الغذائية، مرة كتلقى راسك في المواد ديال المنزلية، مرة كتلقى راسك المواد الإلكترونية. إذا مديور بواحد لو بلون اللي كيخلي الزبون كيرتاح. دونك الحمد لله هذا السوق أنا كنأكد هو سوق ربما الأول من هذا النوع، وفيه مواصفات دولية وعالمية. حتى المنتوجات اللي معروضه اليوم في هذا السوق هي منتوجات ذات جوده عاليه، واللي ان شاء الله فوق ديال 2020 غتشوفوا هذا النموذج اللي شفتوه اليوم غتشوفوه في جميع الاسواق، وربما غيكون احسن، لانه احنا دائما كنبغيو الرياضه، دائما كنبغيو نكونوا سباقين واولين في اي مجال كنمشيو ليه. موجود كاين وغير ما انت ما شفتيش، وكنا نمشيو للمكان ديال البيوم نديك ليه دابا تشوفوا، وهذا هو من الخاصيات اللي ديال هذا السوق اليوم، لانه هو البيو. والبيو راك واحد الحاجه اللي بغيت نشير لك ليها، والحمد لله هاد النبره اللي بغيت نقول لها اللي خلاها فينا الحاج ميلود الشعبي الله يرحمه، هو شركه ديال مواطنه. كتشوفنا اليوم سنينا واحد المعاهده، واحد اون كونفونسيون، اتفاقيه
مع الناس ديال الوكاله التنميه الفلاحيه باش نسوقوا المنتوج المغربي والبيو حتى هو، لان ملي كنقول المنتوجات الفلاحيه كاينين الناس اللي كيخدموا مواد عاديه ما فيها لا تصنيع لا والو، وهذا المنتوج حنا الاولين عاوتاني فيه، لانه اليوم عندي اكثر من 200 منتوج اللي معروضه للبيع وبدون هامش ربح نهائي. علاش؟ بغينا نجمعوا التعاونيات، نحدوا من الهجره من الباديه للمدن الكبرى، ونشجعوا هذا الفلاحه باش يمكن ليه يحسن حتى الانتاج ديالو كيحسن. هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله. حنا بغينا نقول واحد الكلمه في حق السي طاسين عبد الكريم، بانه مدير مميز منذ 1998 ملي جا لهاد اسواق السلام، دار الافتتاح ديال الرباط بحي الرياض، الافتتاح ديال القنيطره، كان الافتتاح ديال مراكش، كان ديال وجده، وملي كيكون السي طاسين حاضر وداك الشيء انتم كتشوفوا كيكون كل شيء على احسن ما يرام، والخدامه فرحانين، الناس فرحانين بالنسبه للسي طاسين، كيعرف كيفاش يديرج الامور بالنسبه للسوبر مارشي ديال اسواق السلام بالمغرب كامل، وكان دوز ثاني في مراحل اخرى ونجح فيها، وانسان ناجح ان شاء الله، وكنتمناو ليه الخير ليه ولوليداتو والعمال ديال اسواق السلام.